السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مرة أخرى على قناة هوب سيستم. اليوم سوف أضع لكم كيفية مشاهدة فيديوهات يوتيوب بشكل سينمائي. هي إضافة يمكنك أن تقوم بها على نافيغاتور جوجل كروم أو موزيلا أو أوبرا حسب البرنامج الذي تستخدمه. فهي إضافة موجودة في ثلاث برامج: جوجل كروم، موزيلا، وفايرفوكس. كما تلاحظون يكفي أن تقوموا بالضغط على إكستنسيون ثم تضغطون على ويب ستور لجوجل كروم، ثم تقومون بكتابة ماجيك اكسيون فور يوتيوب. عفوا، ماجيك اكستنسيون فور يوتيوب. وهناك ايضا اضافات كثيرة لتخصيص فيديوهاتك على اليوتيوب، إضافات جد متميزة ورائعة. كما تعلمون أن جوجل شركة أو شركة بها امتيازات وإضافات جد رائعة. يكفي أن تقوموا بالضغط على غراتوي ثم بعد ذلك تضغطون على أجوتي أو إضافة. كما تلاحظون هنا نقوم بالتحميل هذه الإضافة. بعد ذلك كما تلاحظون انستالينغ ماجيك اكسيون فور يوتيوب. هذه الاضافات اخرى كما تلاحظون، هذا الموقع الرسمي لهذه الاضافة. يكفي ان تذهبوا الى صفحة اكستنسيون. كما تلاحظون تم التحميل والتثبيت على جوجل كروم. بعد ذلك نتوجه مباشرة إلى فيديو. تلاحظون سوف أضغط على مود سينما أو الشكل السينمائي يوجد أسفل الفيديو. تلاحظون هي إضافة جد بسيطة، تضع إضافات على البرنامج الذي تستخدمه في الإنترنت جوجل كروم أو موزيلا. هي موجودة في جوجل كروم أيضا وأوبرا وموزيلا. كما تلاحظون تم إضافة هذه الإضافة هنا والإضافة تماما.
هذه إضافات هذه الإضافة. شكل رائع ومتميز. نتمنى أن نلقاكم في فيديو آخر إن شاء الله. شكرا لكم على المتابعة، فلا تنسوا بالضغط على الاشتراك لتصلكم آخر فيديوهاتنا، وشكرا لكم.